على الهاتف مع زميلنا كريم احمد ويطمننا من هناك على اخر الاجواء. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي وجمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن النهارده تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي في مصر كلها. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يكافئ لعبتنا المجهود كبير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت، سواء مع التدريبات اللي كانت في القاهره ثم 72 ساعه تحديدا اللي تواجدنا فيهم هنا في الدار البيضاء، حاله من التركيز، حاله من الحماس، حاله من الاصرار بنشوفها في التدريبات، مديانا تفاؤل وطمانينه، لكن الطمانينه بحرص كبير جدا مع كل اللعيبه، اللعيبه عارفه اهميه المباراه، ويمكن كل الاحترام اكيد لكايزر تشيف، واحد من يمكن الفرق المميزه جدا، كل السيناريوهات موجوده مع بيتسو موسيماني، التحضير كان رائع ومميز جدا، وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يمكن دفعه كبيره ودفعه معنويه كبيره جدا، وده امر مهم الحقيقه الفتره اللي فاتت، وكل لحظه الحقيقه مجلس الاداره بيساند كابتن محمود الخطيب لحظه بلحظه مع الفريق مع الكابتن سيد، كلماته بسيطه مع اللاعبين، بيمشي مع اللعيب، لو كلمه بسيطه بتحفز بشكل كبير جدا ومردود على الحقيقه بيبان في الملعب. احنا كابتن ايمن خلاص وصلنا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراه، درجه الحراره في التوقيت ده نقدر نقول 29 او 28، لكن ساعه بالظبط ان شاء الله مع توقيت المباراه 8 مساء هنا 9 مساء بالقاهره، درجه الحراره هتكون 24 و25 والجو بيكون فيه بروده، فيا رب يكون الجو طيب لكل فريق النادي الاهلي وكل المناخ والظروف تكون معانا. ونسبه الرطوبه عندك في رطوبه ولا مفيش رطوبه يا كريم؟ لا الرطوبة قليلة يا كابتن ايمن، ما نقدرش نقول الرطوبة عالية مقارنة طبعا بكل يمكن المباريات اللي احنا خدناها في افريقيا، لا الجو مميز جدا في التوقيت تحديدا اللي هيكون الساعة 8، الاجواء الحمد لله حتى هذه اللحظة مطمئنة، لا يوجد اي من الجمهور، تشديدات عالية جدا ومكثفة من الكاس الحقيقة، دخولنا وخروجنا، دخول اللاعبين لازم ترتدي الاي تي اماكن مخصصه، فيمكن الكاس مهتم بشكل كبير جدا ويمكن عامل اجراءات مميزه جدا في مركب محمد الخامس. ولكن في التزام عندك ان مفيش جمهور لحد دلوقتي صح؟ حتى لو بنسب بسيطه. طبعا مفيش ولا اي فرد متواجد يا كابتن ايمن في المدرجات بالكامل، المتواجد فقط لا غير هي بعثه النادي الاهلي وبعثه كايزر تشيفز وعدد قليل جدا من الاعلام والصحفيين المصرح ليهم يكونوا متواجدين في الملعب، فرد واحد بيكون متواجد في الملعب وباقي البعثه كلها بالكامل متواجده مع اعضاء مجلس الاداره، في حرص شديد جدا وفي التزام بالتعليمات كثيره جدا وكبيره جدا لكلا الفريقين وكلا البعثتين. طمني على الحاله المعنويه للفريق والبعثه ككل. الحاله المعنويه مرتفعه جدا الحقيقه كابتن ايمن، والتركيز كبير جدا، ويمكن ده اللي احنا قلناه والتدريبات كان واضح جدا، حماس لعيبه للنادي الاهلي، كل تدريب بيكون في تصفيق حر من بيتسو موسيماني لبعض من اللعيبه للمجموعه بالكامل، لان الراجل الحقيقه ادى تدريبات مميزه جدا، قراءته كانت باينه بشكل كبير، التكتيك هيبقى ايه؟ السيناريوهات موزعه على المباراه بالكامل، الراجل اكد على اكثر من نقطه وهي الكرات العرضيه، الكرات الثابته، تمركزاتنا، المرتدات، التخطيط العكسيه، كل الامور دي الحقيقه لعبتنا كانت بتاديها بشكل مميز جدا، وكل تدريب كان فيه تحيه كبيره جدا لبيتسو موسيماني لكل اللاعبين لان واضح التركيز يا كابتن ايمن. قريت كمان ان يعني كان في تدريب على ضربات الجزاء. كل مران الحقيقه كابتن ايمن، يعني كل مران لبيتسو موسيماني في اخر فقره من التدريب كل اللعيبه بتشوط ضربات جزاء، كل اللعيبه ممكن ان شاء الله ما نوصلهاش باذن الله. كانت اللعيبه موفقه الحمد لله في حرز الشناوي والحقيقه كانت موفق جدا، فيا رب ان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي، ما نوصلش الاكسترا تايم، يا رب ان شاء الله 90 دقيقه ننهيها ان شاء الله وباذن الله، ونشوف لعيبه النادي الاهلي تتوج بالبطوله رقم 10 اللي تدخل دولاب ببطوله النادي الاهلي باذن الله. كريم شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، ودايما متواصلين معاك عشان تقول لنا الجديد دايما عندك يا كريم. كابتن